السلام عليكم. بعدا تنشكر الاخ يوسف بعدا على المجهودات اللي دار وتنجازي جزيل الشكر على المجهود اللي دار والخير ديالو اللي دار، راه ما غنساش انايا وتنجازيه جميع الصحفيين، جميع الصحفيين بدون استثناء، جميع الصحفيين بدون استثناء تنشكرهم شكرا جزيلا، والحمد لله بالمجهودات ديالهم، بالمجهودات ديالهم وفضل الله سبحانه وتعالى والمجهودات ديالهم تلقات البنت ديالي. هذاك هو الجزاء، والحمد لله. مهم المجهودات ديالكم بفضل الله سبحانه وتعالى، ومجهود ديال يوسف خاصه بانه رضى المجهود ديالو. الله يجازيه بخير وتنشكروا من القلب ديالي، من القلب ديالي. تنقول المغاربه الله يجازيهم بخير، انا تنقول المغاربه الله يجازيهم بخير على التضامن اللي داروا معايا، التضامن ديالهم والدعوات اللي دعوا معايا. انا تنشكرهم من القلب ديالي، والله سبحانه وتعالى استجب لهم. هذا خير من عند الله سبحانه وتعالى، بدون يعني تنشكر بدون استثناء. تنشكركم بزاف والحمد لله، وتنشكر السلطات على المجهودات اللي داروا، رجال الامن والسلطات على المجهودات اللي داروا يعني من هذا المنبر هذا. الله يرحم لهم الوالدين. كيفاش تلقيتوها؟ كيفاش عندينا؟ حنا جانا اول حاجه جانا اتصال من واحد الشخص بان راهما شافوها في سيدي رحال. من شافوها في سيدي رحال مباشره حنايا التحقنا برجال السلطه، بلغناهم، قلنا لهم بان رجعنا واحد البلاغ بان راه واحد الشخص شافها في سيدي رحال. مباشرة قالوا لنا سيروا تحقوا، حتى هما التحقوا بنا، بلغوا جهة الأمنية اللي كاينة في سيدي رحال، بلغهم مباشرة بواحد البرقية على أساس حتى هما باش يكونوا على يعني على بينة بأن راه الأمر راه ولا بيديهم. حنا مهم حنا بقينا على اتصال بهذيك الشخص، تلقينا المكان فين كانوا مخبيين. مباشره لقيت اللي عرفنا المكان ديالهم، وبالمجهودات اللي جا الامن والسلطات هما يدخلوا رجال السلطه اللي رجال السلطه اللي تتمثل في الدرك الملكي، حتى هما مشكورين على المجهودات ديالهم. دخلوا بالتدخلات السريعه ديالهم والتدخلات النزيهه ديالهم، تم القي القبض على ديك السيده، ولقينا البنات ديالنا الحمد لله. لقيت بنتي الحمد لله بالصحه وسلام، وهما دابا لحد الان راه تيديروا معهم اجراءات قانونيه على حسب اجراءات يعني فيها تحقيق وفيها المسائل على اساس باش كل الامور قانونيه. حنا دابا انا لحد الان حنا لحد الان باقيين تنتظروا العوده ديال الابنه ديالنا بسلام يعني، والحمد لله. انا بعد الفرحه رجعت لقلبي، والضحكه انت تشوفوني الحمد لله رجعت الضحك الحمد لله. وتنشكر كاع المواطنين، تنشكر كاع اللي دعم معايا، تنشكروا يعني. إلا جيت نقول لك راه الحمد لله، إلا جيت نقول لك شحال يعني راه غنبقى ندعي معاهم فيما نصلي ندعي معاهم اليوم بأنه يحاولوا يقربوا بناتهم ليهم، هما يتقربوا ليهم، ما تبقاش هذيك العلاقة السلطوية، علاقة ديال الأب بيكون صارم أو الأم تكون صارمة. لا، هذاك الشيء كان في واحد العهد، لا بالعكس، حيت هاد الجيل ماشي جيل ما ماشي بحال اللي كنا حنا تنترباو بواحد الطريقه، بالعكس هذا جيل عنده افكار اخرى، عنده يعني بحكم اول حاجه بحكم السن، كاين مراحل ديال السن. اللهم تقربوا عندك ويحب هو تكون عنده، يحب
يحب يبوح لك باي سر، حيت الى حيت الى حيت الى بغيتي الى بغيتي الى حيت الى بغيتي نتايا مثلا كاب بغيتي بغيتي دير هذيك بغيتي تفرض السلطه ديالك بانك كاب وبغيتي تفرض السلطه ديالك كاب، يعني ما ديرش هذه ما ديرش هذه ما ديرش هذه، لا بالعكس قربوا لك يكون صديق ديالك او لا تكون صديقه ديالك، انت غدير بان هذيك الانسانه يعني هذيك راه هي اصلا ابنه ديالك، يعني راه فريد الكبده ديالك، ولكن حاول تقربها لك تقربها، باش ما قربتيها لك هي غتعطيها الفرصه وغتفتح لها المجال بانها تبوح عليك باي سر من الاسرار، هي غتكون اني الاب دي غتقول ما غنلقاش محسن من الاب ديالي وما غنلقاش محسن من الام ديالي اللي غنصارحها، وما غنلقاش شي رده الفعل اللي نقدر ربما نقول لا الا جيت نصارحها راه غنلقى واحد رده العنف واحد رده الفعل اللي غتقدر مثلا تكون انفعاليه، او لا غنكون مثلا نقدر مثلا نتعرض لواحد نتعرض مثلا لشي تعذيب او نتعرض مثلا لشي انتقاد او نتعرض، لا بالعكس نصمت لبنتي نصمت ليها ونقول لها بنتي انا معاك قولي لي صارحيني باي شيء، بالعكس الا صارحتيني انا يا بالعكس غتلقاي عندي الحل، انا غتلقاي عندي الحل وما غتلقايش عند صاحبك او لا صاحبتك ما غتلقايش عندها، اللي من الاحسن قربوا من الاحسن قربوا من ولادكم.